ومحمد احمد هو حكما رابعا في هذا اللقاء من الحكام، واحمد عبد الله السيد مراقبا للمرتيو لالغاء الهدف الاول والوحيد المسجل في مباراه اليوم. نادي العربي هي وصلت الى عمر مر السومه، حولت بعد ذلك في الجهات اليسرى عن طريق من عمر السومه، مرور بشكل مثالي جدا، لا زالت مستمره وقائمه ملعوبه. الريان هو الفريق الوحيد الذي لم يجمع اي نقطه حتى هذه اللحظه، كره بمحاوله من عمر السومه. القدم في منطقه الخليج العربي كيف سيصل العالم القادمه؟ كره بمحاوله عن طريق هارون، لمسه مثاليه جدا، كره بعد ذلك راسيه ملعوبه خطيره 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 خطيره. أوهو. هذه الكره، هذه المحاوله وصلت الى عمر في داخل منطقتنا. فهد يونس عندنا مجموعه اخرى اقرب المنافسين بعد جولتين فقط، من ان لا تغيير يذكر على الاسماء اللي موجوده في خصلت في الجهات اليمنى الى عمر، يبحث عن من عمر، ينتظر المسانده عمر، هل يفكر في التسديد؟ عمر سدد ليتصدى هذه المحاوله، هذه اللقطه بالقدم اليسرى قوي فريق اللاعب هارون اماميه الان وصلت الى عمر السومه، يزلى العرضيه ملعوبه على مشارف في منطقه الجزاء، راسيه تحولت في الجهات اليمنى. انتصار مباراتها القادمه ستكون امام نادي المرخيه، وبالتالي الفرص ستزداد وتزداد اكثر واكثر. كره تصل الى عمر السومه، الرجل الذي توج مع منتخب فرنسا بلقب بطوله كاس العالم الاخيره منذ فتره طويله، وقلما في القرارات التي اتخذها طالب سالم البري قلما تمت العوده الى تقنيه الفيديو. مصاعه النادي العربي لا زالت مستمره وقائمه، تسديده من عمر، اصطدمت الكره بعد العوده، ركله جزاء ركله جزاء في هذه الكره وهذه المحاوله. عبد الله معرفي على مشارف المنطقه بكره وصلت الى عمر، لا 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 ديل حتى هذه اللحظه الكربي وموفق عوض واللاعب خالد عليه دخل الكره، حاول ملعوبه لكن ايضا تغطيه وابعاد في التوقيت المناسب. سلامات لمحمود ابو ندى، لا زالت مستمره وقائمه، كره تصل الى عمر السومه، تسديده من يد والمحل، لا زالت بهدفين مقابل هدف واحد، كره بمحاوله ملعوبه لمصاعة النادي العربي، لا زالت مستمره وقائمه. قدمي الاسيويه الحكم طالب سالم المري، كره بمحاوله مرور صافي. بطوله الدوري منذ فتره طويله لم يجدد اماله، مباراه في ربع النهائي، مباراه في نصف النهائي، والمباراة النهائية صال وجال وسجل في مرمى النادي العربي، كرة بمحاولة ملعوبة الآن داخل المنطقة.